أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. لا يزال حديثنا يتتابع في موضوع فهم اللغة المختلفة بين الزوجين في العلاقة الزوجية، وقد ذكرنا فيما مضى أن هذا يعتبر بمثابة المفتاح الذي مع فهمه تنفتح أبواب التفاهم والتعارف والتواصل بين الزوجين، ومن دونه في الغالب يحصل هناك تعثر في فهم كل من الزوجين لشريكه في هذه الحياة. وقد ذكرنا عدة حلقات ماضية في هذا الشأن، ونتحدث في هذا الحديث عن اللغة المختلفة في موضوع الحب والجنس، مع ملاحظة أن الموضوع الاجتماعي ليس قوانين رياضية. في القانون الرياضي 1+1=2 في كل مكان في كل الأوقات، صغيرة كانت هذه الأحادات أو كبيرة من أي نوع كانت، هذا القانون الرياضي لا يتخلف. في الحياة الاجتماعية لا يوجد لدينا قوانين رياضية بهذا المعنى، يعني أن تنطبق القضية الاجتماعية على كل الناس في كل الأزمنة ضمن كل الظروف، ليس الأمر هكذا، وإنما هي قواعد غالبية تعتمد على شيء من الاستقراء، تعتمد على شيء من الملاحظة، ولذلك من الممكن أن يتخلف نسبة من الناس عن مثل هذه القواعد الاجتماعية، ولكن هي بشكل عام يمكن أن تكون أساساً يبني عليه الإنسان نظام حياته الاجتماعية. يختلف أو تختلف لغة المرأة عن الرجل في قضية الحب وما يتبعها من الجنس والممارسة الجنسية، بحسب ما يقول الباحثون في هذه الأمور. المرأة تمر في هذا الأمر بثلاث مراحل متدرجة. المرحلة الأولى الشعور بالأمان، أعظم شيء عند المرأة تفتش عنه بالنسبة إلى زوجها وحياتها الزوجية هو إشعارها بالأمان، أنها في ظل هذا الزوج مثلا، أو في بعض العلاقات الخاطئة الحبيب أن يشعرها بالأمان، وأنها تستند إلى ظهر قوي يدافع عنها
يتحمل مسؤوليتها، تأمن عندما تكون إلى جانبه. هذه الحالة وهذا الشعور مقدم على كل الأمور. ولذلك لو فرضنا أن امرأة تزوجت ولأسباب مختلفة كما سيأتي لم تشعر بالأمان مع زوجها، هذه العلاقة تبقى علاقة غير قوية غير دائمة أيضا. لماذا؟ لأن المرأة تبتغي من علاقة الزواج بشكل أولي تبتغي الشعور بالأمان، أن تحس بأنها آمنة على نفسها، على مالها، على مستقبلها أيضا. نفس هذا الشعور كان موجود عندها عندما كانت في بيت والدها، والدها كان يوفر لها شعورا بالأمان، شعورا بالحفظ، شعورا بالرعاية. هذه الحالة هي تريد من الزوج أولا أن يوفرها لها. ولذلك عندما لا يلاحظ بعض الأزواج هذا الأمر يقومون بتحطيم الشعور بالأمان الزوجي أحيانا من غير قصد. مثلا عندما يتحدث الإنسان عن التعدد في الزواج، تو متزوجة الآن 6 أشهر، فيجيب إليها خبر، والله رحنا سمعنا فلان من الخطباء يتحدث عن تعدد الزوجات وهذا أمر لطيف وجميل وجاب قصص وإلى آخره. يمكن هذا جايبها هو على سبيل المناكفة أو إغضابها أو مزحة، ولكن هو بهذا يفقدها جانبا من الأمان. هي تأخذ هذا على محمل الجد وتشعر أن أمانها معه ليس تاما، لذلك تبدأ تفكر كيف تأمن نفسها. إذا هذا يفكر هالشكل، إذن لازم أحتفظ أنا بفلوسي، ما أبذل البذل الكامل، ما لازم أستثمر كل ما لدي مع هذا. ليش؟ لأن وضعي معه غير آمن، ما لازم أعطي أكثر مما ينبغي، ما لازم راتبي إذا أنا أستلم راتب أحوله إلى، إذا يريد يشتري بيت أنا مو مسؤولة عن أن أدفع في هذا البيت شيء. ليش؟ لأن هذا لا يشكل أمانا نهائيا لها. فتقوم تفكر أنا أجمع فلوس حتى لو لا سمح الله شيء صار أنا يكون عندي مبلغ مالي. تبدأ تتحدث في ذاك الوقت أنه ليش ما تسوي البيت باسمي، نص باسمك ونص باسمي، أو كل البيت خليه باسمي، أو سوي. هذه كلها تعبيرات عن أنني أنا المرأة لا أشعر بالأمان معك. لو كانت تشعر بالأمان التام ذاك الوقت تصير خديجة بنت خويلد، تعطي بلا حساب، كل ثروتها أيضا تعطيها بلا حساب، لأنها آنئذ تشعر أن وطنها هو هذا، وأن مصيرها ومستقبلها هو هذا، وأنها هي إلى الأخير سوف تكون آمنة معه. أحيانا الزوج يقوم ببعض الأعمال إما من غير وعي وإما مناكفة ومعاندة أو لأي سبب آخر، ولكنها تنتهي إلى تهديم الشعور بالأمان. الكلام عن الطلاق مثلا هذا مهدد عظيم جدا لقضية الأمان،
يعني افترض أن يجي الزوج بين فترة وأخرى يقول يبدو إحنا ما متفقين زائد، نفسياتنا مختلفة، ما قاعدين نفهم بعضنا بشكل جيد. طيب حتى لو كان هذا من باب التفكير بصوت عال وإلى الآن هو ما مقرر هذا الأمر، ولكن هذا الحديث معناه أنك لست آمنة معي، وإذا لست آمنة معي إذن هي ترجمها بسرعة إلى أنه أنا لازم أسوي لي حساب مستقل. هذا مو ذاك الشخص الذي يؤمن جانبه إلى الأخير، خليني أنا أمسك بريك في مشاعري وعواطفي، لا أتسرع في الإعطاء له في الجهة المالية وعلى هذا المعدل. طيب أسوأ من ذلك بعد إذا صار كلام جارح، سواء كان إفحاش في الكلام، صريخ تهديد، وأعظم منك إذا صار اتهام في العرض أو ما شابه ذلك، أنت كذا وتفعلين وتصنعين واستاريخش وسابقش ولاحقش. طيب هذا كله يعطي إشارات واضحة جدا لها بأنك غير آمنة مع هذا الزوج، وبالتالي فلا ينبغي أن تستثمري فيه، استثمري في مكان آخر، دبري حالك، ضمني حالك بنفسك. طيب لا تعطي العطاء الزايد، فمن ذاك الوقت تبدأ الحياة الزوجية تتعثر. من ذاك الوقت حتى لو قرر أن يطلق بعد 6 7 8 سنوات، هي من ذاك الوقت بدأت لا تشعر بالأمان. فهذا أول شيء تريده الزوجة. الزوج العاقل ينبغي أن يفهم لغة زوجته، أن يعطيها كل ما من شأنه أن يشعرها بالأمن. حتى إذا ما عنده فلوس، ذاك الوقت يتكلم أن الله أرحم الراحمين، أفضل من يعطي، هو الرازق، هو المعطاء، أمورنا بخير، أمورنا طيبة. طيب حتى لو لم يجد فيها كل ما كان يريد، لا ينبغي أن يقول لها شيئا ينتهي إلى إشعارها بالقلق، إفقادها للأمان. هذا أول مرحلة عند المرأة. المرحلة الثانية مرحلة إعطاء الحب والاهتمام، أن المرأة بطبيعتها تريد أن تكون محط اهتمام، محط رعاية، محط عناية، وأن يظهر لها ذلك. من الأشياء القليلة إلى الأشياء الكبيرة، من الكلمات إلى العطاء إلى غير ذلك من الأمور. بخلاف هذا الأمر عندما لا يشعرها بالمحبة وإنما يشعرها بخلاف ذلك، وهنا تأتي قضية المقارنات. يجي يقول ما شاء الله فلانة طبخها جدا بديع، هي تترجمها شنو؟ أن طبخي سيء جدا. فلانة ما شاء الله عليها البيت بيتهم يلمع، رحنا اليوم وكان بيتهم مثل المراية، هي تترجمها على طول بأنه بيتك وسخ وقذر. فلانة ما شاء الله عليها مريحة زوجها بأفضل ما ممكن، مرتاح فلان ويا زوجته. هذه الإشارات المرأة تفهم منها آفاقا أعظم وأكبر مما أنت تقول، وتترجمها فورا إلى أنك تعطي الحب لكن مو إلها، تعطي الإعجاب لكن مو إلها،
تعطي التقدير لكن مو إلها، وفي هذا تعثر كبير جدا. أبسط الأشياء، وهذه من ما يسمونه باللغة المختلفة، شنو أنت تعطي وشنو هي تستقبل؟ الرجال عادة إذا سووا شيء كبير يحسبونه بقيمته، النساء يحسبونه بعدده. ماذا يعني هذا؟ الرجل، وهذا صاير يعني في أكثر من حالة، الرجل يجي يقول إحنا الآن في صدد بناء بيت، لازم نخلي اللي عندنا واللي ما عندنا في بناء هالبيت هذا، بعد سالفة أنه نروح سفرة، شنو سفرة؟ لازم نخلي إلى البيت. نروح مطعم، والله أنتين متفرغة الآن، وقت مطاعم الآن، لازم نهتم بالبيت نكمله. طيب فلان شيء نشتري هدية بمناسبة زواجنا، ما إلى معنى عند الزوج، يقول لك هالقرش اللي عندك جمع على بعض حتى تبني بيتا وبيتا فخما وجميلا وكبيرا. الزوج يتعامل مع هذا البيت باعتباره شيء كبير، كلفه مثلا 1,000,000 ريال. المرأة غالبا لا تتعامل بهذا، ما تقول 1,000,000 ريال، تقول رقم واحد بيت، وتقول سفرة، وتقول روحة مطعم. تقول شنو هذه السفرة؟ هي كلها مثلا 5,000 10,000 ريال، بيت 1,000,000 ريال، روحة مطعم 500 ريال أو 200 ريال أو أكثر. بالنسبة إلى قسم من النساء وهو الغالب، هي تحسب الأعداد. ولذلك لا تتفهم قسم من النساء كيف أن الزوج لا يهدي لها هدية في ذكرى زواجهم، هو يعتبرها هذا طبيعي باعتبار أنه إحنا قاعدين نبني البيت، ما سافرنا إلى المدينة أو إلى العمرة أو سفرة خفيفة، هو يعتبرها طبيعي باعتبار أنه نجمع فلوس إلى البيت وعلى هذا المعدل. بينما بالنسبة لها لا، البيت هو واحد، ما تقول هذا البيت شيء كثير، عادي لو ما رحنا مكان، عادي لو ما سافرنا سفر، عاد ما تقول المرأة هكذا، تحسب هذا واحد وتحسب باقي الأشياء واحد. لذلك أحيانا بالنسبة إلى بعض النساء بناء البيت ما فيه ذاك الإمتاع العظيم، ليش؟ لأنه حرمها حسب التعبير من نقاط كثيرة. الرجل عملي يقول لك أنا قدامي مهمة ضخمة جدا وكبيرة جدا، وهي بناء بيت العمر، وهذا إذا أسويه سويت إنجاز. وعادة الرجال يريدون يسوون إنجازات ضخمة كبيرة تشعرهم بأنهم أقوياء، مثل بناء البيت وأمثاله. أما روحة إلى مطعم وتقديم ما أدري باقة ورد وسفرة خفيفة، هذه لا يعتبرها الرجل نجاحا ولا يعتبرها شيئا مهما جدا حتى يروح وراها. بينما المرأة ترى أن كل هالأمور أيضا مهمة، بل ربما كان بالنسبة لها هذا أكثر إمتاعا من ذاك الشيء الكبير. المرحلة الثانية إذن بعد الشعور بالأمان، الإشعار بالمحبة والرعاية، وهذه إليها مفردات كثيرة، من الكلمة إلى الهدية إلى الإشادة بها إلى التعطف عليها، كل هذا يأتي ضمن هذا الإطار. آخر شيء عند المرأة، آخر شيء عند المرأة يأتي موضوع الإشباع الجنسي.
عكس ذلك تماما الترتيب هو بالنسبة إلى الرجل. الرجال عادة أول أمر بالنسبة إليهم موضوع الإشباع الجنسي، ولذلك ربما كانت التوجيهات الدينية عندنا بالنسبة إلى المرأة أن تستجيب إلى الرجل متى طلبها على أي حالة كانت إلا ما استثني شرعا وعرفا، عرفا مثل المرض وما شابه ذلك، وشرعا مثل أيام الدورة وما يلحق بها من أوقات التحريم. ليش؟ كأن والله العالم كأن التشريع ناظر إلى أن الرجل بالنسبة له الممارسة الجنسية هي المقياس، إذا استجابت له في هذا الجانب بقية الأمور عندها أوكي، لم تستجب له في هذا الجانب بقية الأمور شيء لا معنى له، لا يعتبره ذات معنى. الرجل عادي أو بعض الرجال لا أقل عادي عنده أن يمارس المواقع الجنسية من دون مقدمات، حتى من دون محبة أحيانا عادي بالنسبة له. المرأة ممارسة هذا العمل الجنسي من دون محبة نوع من التعذيب لا متعة فيه بالنسبة إليها، ومن دون رغبة ليس شيئا ممتعا بالنسبة لها، من دون مقدمات ليس شيئا ممتعا بالنسبة إلى الرجل، لا هي شربة ماء حسب التعبير. طيب الترتيب هنا إذا تلاحظ مختلف، بالنسبة إلى المرأة يأتي رقم 3، بالنسبة إلى الرجل يأتي رقم 1، وعليه بالنسبة إلى الرجل عليه يقيس باقي الأمور. لو أن امرأة سوت إلى هذا الرجل كل شيء إلا هذا الموضوع، حرمته منه، أخرته، سوفت عليه، منعته في بعض الأوقات دون بعض من دون مبرر، بالنسبة إلى هذا الشيء صعب لا يتحمل. أما بالنسبة إلى المرأة هو يأتي في المرتبة الثالثة، أهم شيء أن تشعر بالأمان، أهم شيء أن يدللها، يحبها، يشعرها بقيمتها، يبدي له إعجابه فيها، آخر شيء هذا الأمر. ولهذا عندنا أيضا توجيهات شرعية في نفس الوقت اللي تقول إلى المرأة وفري حاجة الرجل، ما تقول إلى المرأة تعالي مثلا داعب الرجل زايد، زين، ما تقول إلها هيئيه، تقول إلها استجيبي إليه في موضوع المضاجعة. بس بعكس ذلك في الرجل لا، تقول للرجل خليه يتلبف، خليه يتريف، خليه يداعب، خليه يشعرها بمحبته. ليش؟ لأن تلك لها حاجة وهذا له حاجة أخرى. أجيب لك بعض الأحاديث في هذا الجانب. في الرواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلا يعجلها. الرجل مستعجل يريد يوصل إلى آخر المشوار في أول خطوة، هذا بالنسبة إلى المرأة هو آخر المشوار، قدامه مقدمات، قدامه شيء من الإعجاب، قدامه شيء من الملاعبة، قدامه شيء من المداعبة، قدامه شيء من إعطاء الحب. حتى لقد قال بعضهم وهو كلام صحيح أن المرأة تعطي الجنس لتربح الحب، والرجل يعطي الحب ليربح الجنس.
لغتين مختلفتين، هذا يغدق عليها حبا وحنانا وعطفا، بس عينه على وين؟ على آخر شيء. هي تعطي هذا الجانب من أجل أن تحظى بماذا؟ بمحبته ورضاه وحنانه وشفقته عليها، فهي عطاء مختلف، هذا يعطي لشيء وذاك يعطي لشيء آخر، فلا يعجلها. وفي الحديث أيضا عن الصادق عليه السلام ثلاثة من الجفاء، شيء الجفاء، منها مواقعة الرجل امرأته قبل الملاعبة. صحيح أنت حاجتك في ذاك المكان، بس هي أيضا شريكة في هذا الجانب، كما تمتعك أمتعها، كما تعطيك أعطها. نعم هي تحتاج إلى شيء غير اللي أنت تحتاجه، هي تحتاج إلى المقدمات أكثر، أنت تحتاج إلى النتيجة أكثر، فوفر هذا الأمر من خلال إطالة المقدمات، أيضا راح تحصل على النتيجة. وإلا لو رحت على غرضك في آخر الأمر مباشرة من دون هذه المقدمات كالمحبة والملاعبة والمداعبة وما شابه ذلك، هذا من الجفاء. أنت إنسان فيك جفاء، فيك قسوة، ما تفتهم الشغل زين كما يقولون. وفي الحديث عن أبي عبد الله اللطيف أن قسم من الأحاديث الإمام الصادق عليه السلام ينقلها عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله: إذا جامع أحدكم فلا يأتيهن كما يأتي الطير، ليمكث وليتلبث. هي حسب التعبير مو حبة ونقت الحبة وانتهى الموضوع، وإنما ليمكث ليتلبث ليقدم ليلاعب ليعطي حنانا ومحبة. وفي قول آخر عن أبي عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قول الرجل للمرأة إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. شيء اللي ما يروح من قلبي الزوجة أن تقول لها إني أحبك. فإذا فيما يرتبط بهذا الجانب الترتيب التسلسل في جانب المرأة يبدأ بالشعور بالأمان. إذا شعرت المرأة بالأمان معك فخذ منها إلى ما لا نهاية، هي تعطي بعد ما يحتاج تطلب منها، هي تعتبرك وطنها، حاضرها، مستقبلها، حياتها، المهم أن تشعر معك بالأمان. وإياك إياك أن تقدم على أمر من الأمور يسلبها هذا الأمان، الكلام الجارح يسلب الأمان، التحيل في أخذ المال. هن أيضا ذكيات، لما تجي المرأة تشوف أن هذا الرجل قاعد يسوي مختلف الطرق حتى بس يأخذ هالشم قرش اللي موجود، تبدأ تشعر بعدم الأمان، وكلما تعفف عن أخذ مالها زين هي بادرته بالعطاء لأنها تشعر بالأمان. وهذه حالة طبيعية، أنت وياك واحد في البيت، إذا تدري أن هذا إنسان أمين راح تسترخي وعادي، أما إذا شعرت أنه ممكن أن يكون ياخذ فلوسك تروح تقفل الأبواب. كذلك بالنسبة إلى المرأة، إذا رأت شريكها يخطط للسيطرة على مالها، مرة يقول لها باشوف ما أدري الكارت شقد، مرة يقول لها خلي الراتب يتحول على حسابي، مرة ثالثة يقول أريد أقترض باسمك، تبدأ تحسب حسابات كثيرة. أول أمر مهم هو الشعور بالأمان عند المرأة، إذا شعرت
أن الزوجة وطن ومرفأ وكهف وظهر وظل، أعطت لزوجها كل شيء. وإذا انعكس هذا بكلمة جارحة فضلا عن الضرب، بتهديد بالطلاق، بما شابه ذلك من المناكفات، هذه تفقد الأمانة معه. هذا أمر أول. أمر الآخر، إعطاء الحب والاهتمام للمرأة بدءا من التفاصيل الصغيرة. أحيانا أحدهم قال لي شيئا لطيفا، وهو أن أنني كنت قادم من سفر، وحققت في ذلك السفر شيء مهم لنا أنا وزوجتي، طيب شيء كبير، بس جبت من ضمن الأشياء هدية، مساويك المسواكب كم قيمتها؟ 3 ريالات غير ذلك. أنا تكلمت إليها حسب ما يقول عن ذاك الشغلة الكبيرة المهمة اللي إحنا سويناها وما شابه ذلك، فكان تفاعلها شيء يعني عادي. إلى أن أعطيتها المساويك هذه، أخذت مسواك، واو مسواك وما أدري كذا. طيب، كانت فرحتها بأن هذا هدية لها، هذا هدية إليها باسمها، مع ضآلة قيمته، أكثر من فرحتها بذاك الشيء المشترك بيننا الضخم. سألعلك تقول هذا يبين عليها أنه هي شوية تفكيرها فيه نظر، ولكن هذه الهدية هي تعبير خاص لها. ذاك الأمر الكبير يمكن مشتركين فيه جماعة، فإشعارها بالحب والاهتمام. وآخر شيء، الموضوع موضوع الإشباع الجنسي في آخر نقطة يأتي بالنسبة إلى المرأة، بالنسبة إلى الزوج تنعكس القضية. ولذلك كانت توجيهات الدين في حق المرأة أنه لازم تستجيب إلى في كل وقت. ليش؟ لأن الجانب الجنسي في الرجل مشتعل، سريع، حاد، لا يحتمل التأجيل. وبالنسبة إلى المرأة لا، ليس كذلك. في المقابل أيضا، لذلك قال إلى المرأة، الدين قال إلى المرأة استجيبي إليه، أعطيه هذه حاجته الأساسية. هذه بحسب نفسية الرجل هي مقياس عنده، مقياس لسعادته وعدم سعادته. وبالنسبة إلى الزوجة، قال للزوج تعال تلبث، تحنن، لاعب، تلبث، اصبر شوية، أعطيها هذا المجال حتى تتفاعل بشكل أفضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.